إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. في دراسة اتعملت في انجلترا من شهور قليلة واتنشرت في صحيفة الديلي ميل البريطانية المشهورة. الدراسة دي قالت إن زيادة عدد المطاعم اللي بتقدم الوجبات السريعة بيتسبب في ارتفاع في عدد الأشخاص المصابين بمشاكل في القلب، والزيادة دي زيادة ملحوظة. وكانت توصيات الدراسة دي إن يجب أن تؤخذ هذه النتائج في الاعتبار من قبل الحكومات والمنظمات الصحية في دول العالم كله. في دراسة تانية اتعملت في أسبانيا قالت إن كلما زاد استهلاك الأغذية المصنعة والوجبات السريعة كلما ظهرت أعراض الشيخوخة بسرعة عند مستهلكيها. في إحصائيات طبية عالمية بتقول إن ما يقرب من 51% من مستهلكي الوجبات السريعة بيكون عرضة أكتر للإصابة بالاكتئاب على المدى البعيد. ده غير ارتباط الوجبات السريعة الوثيق بزيادة الوزن والإصابة بتراكم الدهون بصفة مرضية في الكبد، واللي ممكن يتطور مع الوقت لتليف كبدي مزمن وفشل كبدي بيتطلب بعد كده زراعة كبد. لحد وقت قريب كان السبب الرئيسي لمشاكل الكبد في بلدنا هو الفيروسات، لكن بعد ظهور علاجات ناجحة للفيروسات الكبدية والقضاء عليها تقريبا في معظم الدول، بدأت تطفو على السطح مشاكل الكبد الناتجة عن دهون الكبد المرضية، واللي الدهون الضارة اللي في الفاست فود من أحد أسبابه الرئيسية. مشاكل كتير بنسمع عنها كل يوم والتاني عن تغير عاداتنا الغذائية في مجتمعاتنا، واستسهلنا للوجبات السريعة، واستسلمنا لإغراءات الإعلانات اللي بنشوفها حوالينا في كل حتة، في الشارع والتلفزيون وعلى السوشيال ميديا، لدرجة إن بعض مدارسنا دلوقتي بقى جواها فروع لبعض مطاعم الوجبات السريعة، وزاد جدا معدل استهلاك الشباب والأطفال للأطعمة السريعة دي، واللي ضررها أكبر بكتير من نفعها، للدرجة اللي بتخلينا نشوف دلوقتي أطفال وشباب بيعانوا من مشاكل الكبد الدهني المرضي، ودي حاجة ما كناش بنشوفها قبل كده. بقينا نشوف شباب صغير بيعانوا من جلطات في القلب وسمنة مفرطة ومشاكلها الكتيرة. عايزين نرجع للمطبخ بتاع البيت، نرجع تاني ناكل أكل البيت اللي ضامنين نظافته وعارفين اتعمل ازاي ومكوناته ايه بالظبط، وعارفين كويس كمية ونوعية الدهون اللي فيه. العودة للمطبخ هي الحل السحري اللي هيخلصنا من كل المخاوف دي، واللي هيحمي أجيالنا الجاية ويحافظ على صحتهم وإنتاجيتهم ويحفظ مستقبل شبابنا وبلادنا. دمتم سالمين. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.